الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما امام زماننا وولي امرنا الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا جميعا من انصاره واعوانه والممتثلين لاوامره عدنا إلى البرنامج بعد انقطاع برنامجكم برنامج العقائد الحقه نحن وإياكم على الحق المبين إن شاء الله فإن النبي صلى الله عليه واله قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض نحن من المتمسكين بكتاب الله عز وجل وبالعتره الطاهره وهذا الحديث حديث متواتر متفق عليه وحديث نعمل به فنكون من الذين عصمهم الله عز وجل من الضلال ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وكنا في التوحيد في العقائد الحق في بيان ما تلاه علينا أهل بيت العصمة والرواية أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله عليهم من رواياتهم الحق التي بيّنت الأدلة القاطعة الأدلة المقبولة عند العقل السليم الأدلة التي تقبل أينما تطرح كل ما يخالف الأدلة القطعية لا بد أن يؤول والدليل القطعي من كتاب الله في التوحيد ونفي التشبيه ليس كمثله شيء فإذا جاءت روايات أو بعض الآيات فيها ما يدل على التشبيه الايه محكمه تقول ليس كمثله شيء فلا بد ان تؤول تلك الايات والروايات ونحن في باب نفي الزمان والمكان عن الله عز وجل الله خالق الزمان خالق المكان الزمان والمكان يشملنا نحن في داخل الزمان والمكان نحن في الزمان والمكان أما ربنا تبارك وتعالى خلق الزمان قبل أن يوجد الزمان الله جل وعلا موجود فإذا لا يشمله الزمان والمكان ولا الحركة والانتقال الحركة والانتقال ما الأجسام حتى الحركة والانتقال العقلي هذا ايضا لا يجري في الله عز وجل، واذا راينا بعض الروايات في تراثنا او في تراث المخالفين لاهل بيت العصمه والطهاره فلا بد ان تؤول لا ناخذ بظاهرها لا نقول بالجسميه لله جل وعلا لا نقول ان الله يتحرك لا نقول ان الله مركب لا نقول ان الله يحويه الزمان والمكان هذه منفيه عن الله تبارك وتعالى وكل شيء يخالفها يؤول ورد في الروايه عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام قال ان الله تبارك وتعالى لا يوصف بزمان ولا مكان لان الزمان والمكان مخلوقات احنا نوصف بالزمان والمكان ولا حركه ولا انتقال ولا سكون كل هذه صفاتنا صفات المخلوقين بل هو خالق الزمان والمكان والحركه والسكون والانتقال اذا واحد نسب الى الله ذلك تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا إذن من الأصول المسلمة أن الله خالق الزمان والمكان والحركة والانتقال وهذه متأخرة عن ذات الله عز وجل وذات الله متقدمة وهذه الأمور تدل على المخلوق من صفات المخلوقين جل الخالق عنها طيب بعض احبار اليهود جاء الى في زمان حكومه ابي بكر جاء الى ابي بكر فقال له انت خليفه رسول الله على الامه النبي هو يهودي بس يعرفون ان نبي الاسلام اجا وسال عنه قالوا متوفى جينا نسأله اسئله لمن نسأل؟ اسألوا الخليفه انت خليفة رسول الله؟ ابو بكر قال نعم فقال انا نجد في التوراة ان خلفاء الانبياء اعلم اممهم اعلم من بقية الامه الخلفاء يعني انت اعلم الامه لازم تجاوبنا عن اسئلتنا فخبرني عن الله اين هو هو في السماء هو في الارض قل لي وين في السماء هو ام في الارض فقال ابو بكر في السماء على العرش بحسب ظواهر النصوص فقال اليهودي اذا كان ربك على العرش فالارض خاليه منه شو تقول يعني ما موجود على الارض هو فارى الارض خاليه منه فاراه على هذا القول اليهود دي يقول لابي بكر يقول لأ على هذا القول اراه في مكان وهو العرش دون مكان إذن بالارض ما موجود فقال ابو بكر هذا كلام الزنادقه صيح عليه ضبه خرعه خوفه يابه اللي عنده منطق اللي عنده دليل ما يحتاج يصيح على الاخرين ويخرعهم ويخوفهم يعني يعني شو اقول لك يتكلم بمنطق القوة لا بقوة المنطق اللي عند دليل يتكلم بقوة المنطق أما هنا الرجل تكلم بمنطق القوة قال له هذا شوف كلام الزنادقة أعزب عني تنحى روح ولي وإلا قتلتك هذا جاي يسأل عن دينه فولى الرجل متعجبا يستهزئ بالاسلام قال شوف هذا الاسلام جمله واحده ما قدر يجاوب فهددني بالقاتل طلع بره فاستقبله امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه فقال يا يهودي شنو سالفتك انا عرفت ما سالت عنه وما أجبت به. عرفت السؤال وعرفت الجماعة شنو مجاوبيك. <applause> تريد أنا أجاوبك؟ قال نعم، عندك جواب، تفضل. قال: وإنا نقول إذا تسأل عن الله أين هو؟ أنا أجاوبك. إن الله أين الأين فلا أين. أين الأين يعني خلق الأين. الأين يعني المكان أين يعني بها مكان خلق الأين أين الأين فلا أين ما يشمل الأين هو قبل الأين قبل المكان هو خالق فلا أين له وجل من أن يحويه مكان وهو في كل مكان بغير مماسة ولا مجاورة وإذا قلنا لك أن الله عز وجل أولا نقول لك الله عز وجل لا يحويه مكان فراح تقول لي الله خالي من المكان أقول لك الله جل وعلا جل عن المكان كان قبل المكان الآن هو في كل مكان ها شلون يصير؟ من غير مماس يعني مو مثلنا احنا هنا الآن نمس المكان من غير مماسة بعد مولانا ولا مجاورة إذن وجوده في كل مكان محيطا بكل شيء علما لا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض عرفت المسألة؟ فهذا هو الله عز وجل مو يعني إذا صار بمكان يعني صار جسم الجسم يكون مكان والله عز وجل ليس كمثله شيء ولا يخلو من شيء شيء من تدبيره تعالى واني مخبركم بما جاء في كتاب من كتبكم الامام امير المؤمنين يقول له راح اجيب لك قصه هاي القصه موجوده بكتبكم وتصدق ما اقول انا يلا يا امير المؤمنين جيبها قال اليهودي نعم اسمع لك مولانا قال الستم تجدون في بعض كتبكم مراوين في كتبكم ان موسى بن عمران الكليم كان ذات يوم جالسا اذ جاءه ملك من المشرق فقال من اين جئته قال من عند الله ثم جاء ملك من المغرب فقال له موسى من اين جئت؟ قال من عند الله ثم جاء ملك اخر قال له من اين جئت؟ من السماء السابعه جاء ملك رابع من اين جئت؟ قال من الارض السابعه السفلى فقال موسى سبحان الله لا يخلو منه مكان ولا يكون إلى مكان أقرب من مكان. أنا اللي الآن هنا موجود أقرب إلى الطاولة من الجهة الثانية. فلي قرب إلى مكان وبعد إلى مكان، والله عز وجل يتساوى إلى جميع خلقه. ماكو قرب مادي. لاحظت؟ قرب مادي من شيء إلى شيء لما يقول الرحمن على العرش استوى يعني رحمة الرحمنية استوت على العرش يعني تساوت إلى الخلق جميعا ها تساوت إلى الخلق جميعا مو أقرب من شيء وأبعد من شيء الرحمة الرحمنية بالنسبة إلى الخلق سواء عرفت هاي مسألة مهمة. فجاء ملك من المشرق من عند الله، من المغرب من عند الله، من السماء السابعة من عند الله، من الارض السابعة من عند الله، قال سبحان من لا يخلو منه مكان، ولكن مو معناته اذا كان في الارض السابعة ما موجود، في السماء السابعة في كل مكان موجود. موجود مو وجود مادي، ها؟ ليس كمثله شيء، احنا ماديين، هو ليس وجوده مادي. شو تقول يا يهودي؟ هذا مو في رواياتكم؟ مو موسى الكريم هكذا قال؟ فقال اليهودي: اشهد ان هذا هو الحق المبين وانك احق بمقام نبيك ممن استولى عليه، انت احق من الاخرين بمقام النبوه، ليش؟ لان مقام الخلافه الالهيه مقام العلم إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إلى أن يقول شنو؟ قال يا قال أنبئوني بأسماء هؤلاء يلا طلعوا علمكم قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا قال يا آدم أنبئهم بأسماء آدم أنبأهم أنبأهم فتبين أن آدم اللي هو يمثل الخليفه الالهي. الخليفه الالهي من يحمل العلم الالهي هذا حقيق بمقام الخلافه اللي يحمل العلم الالهي يحمل العلم النبوي اللي يحمل علم الكتاب هذا يكون احق بخلافه الله وخلافه رسوله في الارض هذا المعنى في القران وادركه هذا الرجل اليهودي حتى هذا الرجل اليهودي ما خفي عليه هذا المعنى، عرف ان الناس ما يحتاجون الى صوت فقط يحتاجون الى علم هدايتهم بالعلم وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا جعلهم ائمه يهدون يجعلهم خلفاء للهداية مو خلفاء لكي يحكم فقط الخليفة من يحمل العلم الإلهي فالذي يستطيع أن يجيب عن الاعتقادات وأسئلة الناس في العقيدة هذا الذي يستحق أن يكون خليفة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم طيب عبد العظيم الحسني عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث مولاي سمعنا حديثا يرويه الناس أقول لك بالصراحة مولاي حديث يرويه الناس بس إحنا هذا الحديث ما سامعي منكم أريد نشوف ماذا تقول فيه؟ تفضل شنو الحديث الذي يرويه الناس عن رسول الله صلى الله عليه واله؟ قال: ان الله تبارك وتعالى شوف هذا الحديث سواء كان في تراث الشيعه في كتبنا ورواياتنا او يكون هذا الحديث في كتب المخالفين ورواياتهم ماكو فرق الحديث الذي يخالف محكم الايه الشريفه ليس كمثله شيء يخالف لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير يخالف العقائد الحقه لا بد ان يؤول الشيء اللي يخالف الحق لا بد ان يؤول فذولا يقول لك حديث رواه الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيقول يقول الحديث إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء سماء الدنيا ينزل من العرش للسماء السابعة إلى السماء الأولى الناس يرون هذا الحديث عن رسول الله يا مولانا يا أبا الحسن الرضا أيها الإمام الثامن الضامن ما تقول في هذا الذي يرويه الناس عن ابائك واجدادك عن جدك رسول الله صلى الله عليه واله قال لعن الله المحرفين للكلم عن مواضعه هذا تحريف للحديث شلون مولانا تحريف للحديث والله ما قال رسول الله صلى الله عليه واله كذلك اذا الحديث الصحيح ما هو؟ نستفيد منكم أهل بيت رسول الله أهل البيت أدرى بما في البيت ورثة علم رسول الله تربوا في أحضان الوحي والرسالة شعدكم مولاي قال إن الله تبارك وتعالى شوف مو إن الله ينزل ين 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 إن الله تبارك وتعالى ينزل مو ينزل ينزل ملكا إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير وليلة الجمعة في أول الليل فيأمره الله يأمر الملك فينادي هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه عن لسان الله ده يقول هل من مستغفر فاغفر له ربكم يقولكم تعالوا رجعوا يا طالب الخير اقبل يا طالب الشر اقصر انتم اللي وقعتم في المعاصي اقصر كافي كفوا فلا يزال ينادي بهذا الى ان يطلع الفجر فاذا طلع الفجر عاد الى محله من ملكوت السماء حدثني بذلك ابي عن جدي عن ابائه عن رسول الله صلى الله عليه واله شفت الحديث محرف مو ان الله ينزل فينادي ينزل ملك يقول له نادي من جانبي نادي من قبلي فالملك هو الذي ينزل وينادي عن لسان الله ومن قبل الله تبارك وتعالى اذا هشك الحديث اكو اذا ورد فلنفرض اذا ورد لا بد ان يؤول او يرد علمه الى اهله عن ثابت بن دينار عن ابي حمزه رضوان الله عليه قال سالت زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم جميعا سألته عن الله جل جلاله هل يوصف بمكان وإحنا شنو بحثنا نفي المكان والزمان والحركة والانتقال عن الله تبارك وتعالى طيب يقول سألت الإمام زين العابدين الله يوصف بمكان فقال تعالى الله عن ذلك قلت زين مولاي سؤال يجي لماذا أسر الله بنبيه فلما أسري نبيه إلى السماء محمد صلى الله عليه وآله ليش أخذوه إلى السماء عرفت المسألة ولا تقولون الله ليس له مكان ليش صعدوا النبي للسماء السماء حتى يشوف الله مثلا نعوذ بالله قال لا 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 تخطئ ليريه ملكوت السماء وما فيها من عجائب صنعه وبدائع خلقه عجائب صنع الملكوت بدائع صنع الله عز وجل في الملكوت أخذه ليريه قال مولاي عدنا اشكال اخر ما قولك ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى قال لا شوف لا تفسرون بكيفكم ذلك رسول الله صلى الله عليه واله دنا من حجب النور مو دنا من الله عز وجل ليس له مكان فراى ملكوت السماوات ثم تدلى نظر فنظر من تحته الى ملكوت الارض حتى ظن انه في القرب من الارض كقاب قوسين او ادنى كانه قريب من الارض كانه راح يصل الى الارض لاحظت هذا المعنى اذن ابا حمزه اذا شفت ايات تتنافى مع المسلمات العقائديه لازم تأولها وتأخذها بظاهرها مو كل شيء يأخذ يؤخذ بظاهره يعني انتم شو تقولون من كان في هذه أعمى فهو في الآخره أعمى شو تقول يعني هذا أعمى البصر المسكين اللي بالدنيا الله يحشر أعمى فيقول ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى اذا المساله مو هذا المساله العمى عمى الباطن لا تعمل ابصار وانما تعمل القلوب التي في الصدور فاذا مو كل شيء يخذ بظاهره لا بد ان يؤول خصوصا ما يرتبط بالله عز وجل اشرف شيء في الوجود الله جل وعلا احنا الاشياء اللي ما تعجبنا نأولها الاشياء اللي ترتبط بالله عز وجل من أولها فلا بد ان نؤولها خلي نقرا لكم بقيه الحديث بسرعه حتى ظن في القرب من الارض كقاب قوسين او ادنى واذا اذا رايتم في رواياتنا ما ينافي لا احنا نحتج بالروايات اللي تدل على الجسميه نؤولها زين واذا وجدنا عند الاخرين لابد يؤولوها ما لازم ناخذ بظاهري مو صحيح ان ناخذ بظاهر ماذا؟ بظاهر بعض النصوص التي فالله عز وجل لا يوصف بمكان ولا يجري عليه الزمان أراد أن إذا تقول ليش ود نبي لي فوق أراد أن يشرف السماوات أراد أن يشرف الملائكة بالنظر إلى وجه حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله هذا أولا ثانيا لنريه من آياتنا الكبرى مو لنريه الله لا من آياتنا الكبرى والا الله عز وجل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ليس كمثله شيء اذا هذه المحكمات تدلنا على انه ليس له مكان ليس له زمان هذا هو الله هذا هو ربنا خالق المكان وخالق الزمان وكل شيء يخالفه يؤول واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته